أما أنت يا من رجعت إلى الواحد القهار وتبت للملك الغفار فإن حالك حال عجيبة يوم القيامة. أتدري ما هو حالك لو مت الآن؟ اسمع ما هو حالك. ورد في الأخبار أن العبد يوم القيامة يؤتى به فيوقف بين يدي الله جل وعلا ترتعد فرائصه وتنفك أوصاله وتذهل نفسه من شدة الخوف من الله تعالى، فبينما هو كذلك على أشد الأحوال من الخوف بين يدي الجبار، إذ يأتيه ملك من عند الله وبيده صحيفة مختومة عليها بخاتم الخلد، فيقول له الملك: هذا كتابك. فيتناول الكتاب بيمينه ويقال له: اقرأ ما عملت من خير وشر، ولا تلومن إلا نفسك. فيفض خاتم الكتاب فينشر كتابه، فإذا هو مكتوب بخط أبيض في باطن الكتاب السيئات وفي ظاهره الحسنات، فيقال له: اقرأ سيئاتك. فأول حرف يجده في الكتاب أصغر ذنب عمله في الدنيا، فإذا رأى ذلك الذنب ميل رأسه ونكسه حياء من الله تعالى وسال منه العرق، فيقول له الجبار جل جلاله: عبدي. فيقول: لبيك ربي وسعديك. فيقول الله: ارفع رأسك، أتعرف ذنبك هذا؟ فيقول: مولاي وسيدي وعزتك وجلالك إني أعرفه. فيقول الله: عبدي، أتذكر يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا وأنت على هذا الذنب؟ فيقول: نعم، وعزتك وجلالك. فيقول له الجبار جل جلاله: عبدي، إنك إذ أخفيت ذلك من الخلائق لقد علمت أني كنت مطلعا عليك. فيقول: لقد علمت ذلك. فيقول له جل وتقدس: أما استحييت مني؟ أما راقبتني؟ أما علمت أن مرجعك إلي؟ والعبد في هذا التوبيخ قد علاه العرق وذاب من شدة الفرق، فيقول: مولاي وسيدي، لئن ترسل بي إلى النار أهون علي من هذا التوبيخ. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي، أليس قد سترتها عليك في الدنيا؟ فيقول العبد: مولاي، لقد فعلت ذلك بي. فيقول جل جلاله: عبدي،
وعزتي وجلالي ومجدي وعزتي وجلالي ومجدي وجودي وكرمي لقد محوتها من قلوب الملائكة وقلوب الآدميين وأبقيتها بيني وبينك حتى تعلم نعمتي عليك وأفضالي لديك في الدنيا والآخرة فلا يزال جل جلاله يفعل به ذلك في كل ذنب حتى يقرأ جميع ما في كتابه من الذنوب فإذا أتى على آخر الكتاب وجد فيه عبدي هذه سيئاتك قد غفرتها لك. لا إله إلا الله، ما أكرمه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم ما يغفرها له. شفت الفواحش والذنوب عظام، جبال من الذنوب والفواحش والمنكرات. أن تعلم بنفسك ما هي ذنوبك والله لا تغفر بل تبدل إلى حسنات. هنيئا لك أيها التائب، هنيئا لك أيها المنيب الراجع. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعند ذلك يبيض وجه ذلك العبد التائب ويذهب عنه الحزن والهم والجزع، ثم يقول الله جل جلاله: عبدي قلب كتابك فاقرأ حسناتك. فيقلب العبد كتابه فيقرأ حسناته، كلما مر على حسنة ازداد قلبه فرحا وسرورا وازداد بياضا وحسنا ونورا. ثم يؤتى بتاج من نور فيوضع على رأسه، لو أخرج ذلك التاج إلى الدنيا لكسف نوره ضوء الشمس والقمر. وينادي المناد: ألا إن فلان ابن فلان. أنت يا صاحب الزنا، يا صاحب المخدرات، أنت ينادى عليك لما تبت الحين تخرج من المسجد تتوب، يمكن تموت الليلة أو غدا. ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فيطوف في المحشر من شدة الفرح والسرور، يريد أن يبشر كل الناس، يقول: هاؤم اقرأوا كتابية، هاكم شوفوا الكتاب، والله ناجح، نجحت، لأنه أوتي كتابه باليمين. هنيئا لك أيها التائب، هنيئا لك أيها المنيب الراجع.